أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. مثل ما بتعرفوا اليوم حلقتنا الثالثة في سلسلة آيات إرهابية، وضيفنا الكريم المفسر القرآن أخونا أبا الحكم ابن كثير. خلونا بالبداية نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك أخي أبو الحكم. شكرا جزيلا، أهلا بك جان، وأسلم على كل المشاهدين المتابعين. أهلا وسهلا فيك أخوي أبو الحكم. أبو الحكم، يعني الحلقة الماضية من سلسلة آيات إرهابية بصراحة ما أخذنا الشيء الكثير من الآيات الإرهابية. يا ريت اليوم نكمل ونتعمق بهالآيات يعني الرحيمة اللي تدعو للمحبة والسلام. الميكروفون معك يا الحكم، وتفضل. خلينا نفتح الكتب الإسلامية ونشوف شو فيها. تفضل. شكرا جزيلا. طبعا أعتقد يحتاج لنا حلقات حتى نعرض جميع الآيات الإرهابية الموجودة، بس احنا نحاول كل حلقة آية أو آيتين حتى نعطي مجال للمشاهدين يتصلون ويعرضون آرائهم وأفكارهم وأسئلتهم ومشاركاتهم حتى يصير تواصل بيننا وبينهم. فاليوم عندي راح أبدي بسورة التوبة الآية 73 اللي تقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هنا يقول أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، كما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين، وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة. يعني هنا يعني شوف لك أنه محمد يعني يقول حب المسلمين كعادته دائما. نسمع في آية أخرى يقول أشداء الكفار رحماء بينهم، يعني هو عنده المحبة فقط معروضة للمسلمين. حتى لما نشوف الآيات الوضعية اللي نشوفها، كل قصدي الأديان الوضعية اللي نشوفها أو الأديان السماوية الأخرى، يحاول يعرض المحبة لكل الناس، خصوصا مثلا دين المسيحي، عندك أتباع بوذا، عندك حتى الهندوس، يعني عندهم المحبة للجميع يعني. فبينما الإسلام خاتم الأديان وجاي من إله وختم هذا الكون بهذا الدين، يحثك انه تصير شديد جدا على الكافر، يعني ما بدون رحمة. بينما المسلم، وطبعا مو كل مسلم، المسلم المتبع افكارك فقط. مثلا الشيعة لا يعتبرون مسلمين يعني بالنسبة للسنة. فأنا سامع كثير من السنة يقول انا اكره الشيعي اكثر من اليهودي، او العكس، الشيعي يقول أنا أكره السني أكثر من اليهودي. فإذا يعني حتى هذا ولكن أخي بالحكم، يعني أنا أعتقد كلهم مسلمين، يعني كلهم يؤمنون بنفس الصلعوم هذا محمد. فالمشكلة بينات بعضهم، يعني حلوها بينات بعضهم، هذا يقول هذا ما مسلم، هذا يعني على أساس شغلة يكون مسلم، يعني شغلة كتير مفخرة يكون مسلم إرهابي. يعني السنة بيقولوا الشيعة من مسلمين، والشيعة بيقولوا السنة من مسلمين، وكلهم بيكفر بعضه وعلى يعني، وكلهم مسلمين يعني بقال بعضهم كلهم مسلمين، ولكن من حسن حظنا، أو يعني ما بعرف أقول شو، من حسن حظنا ولا من سوء حظنا، أنه كلهم مختلفين وكلهم خلافاتهم خربت بلادنا للأسف الشديد. تفضل أخوي حكم. أنا بدي أوصل لك فكرة، أوصل للمشاهدين فكرة، إنه يعني حتى المسلمين مختصرهم في زاوية ضيقة، يعني مو تقول كل المسلمين أحباء بينهم، يعني يحبون بعض، يعني
يعني انه الفئه اللي يعتبرها يعتبرونها مسلمه هي الفئه اللي قريبه منهم فقط. يعني مثلا الدرزي ما يعتبره مسلم، الشيعي ما يعتبره مسلم، الاحمدي ما يعتبره مسلم، وكو هوايه يعني شو اسمه اقسام من المذاهب بالاسلام ما يعتبرهم مسلمين باعتبار انه فقط اللي يتبع محمد بالايات الغلظه والتشدد هذا هو اللي يعتبره مسلم. يعني قصدي الاسلام تقدر تسويه مثلا 10 اجزاء، 9 من عنده ولا يقولوا الاسلام راح يظهر 73 شعب وواحد منه يدخل الجنه، بس احنا نحكي عن مثلا 10 المشهورين المعروفين بالمجتمعات، واحد منهم بس هو اللي يعتبره مسلم ومؤمن ويهتم به. يعني خصوصا حاليا يعني اختلف كليا عن قبل التشدد. يعني انت حتى وصلت انه داعش صار يقتلون النصره والنصره يقتلون داعش، ويعني ما راح حتى يعني نكته انه لما ينتصرون عليهم يرفعون العلم لا اله الا الله ويوقع العلم، حتى شفت فيديو هذا ويرجع العلم الاسود الثاني تبعه، يا ما اعرف ايش سوى. يعني المهم قله عقول. ف ويقول نكمل الايه، وقد تقدم عن امير واخبره لمن تبعه من المؤمنين واخبره ان مصير الكفار والمنافقين الى النار في الدار الاخره. وقد تقدم عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم باربعه اسياف، سيف للمشركين، وجاب ايه فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وسيف لكفار أهل الكتاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هاي الحلقة اللي فاتت أعتقد حكينا عنها بالتفصيل. وسيف للمنافقين، جاهد الكفار والمنافقين، وسيف للبغاة فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. يعني هذا اثبات على كلامي انه حتى داخل المسلمين الفئه اللي تبغي مثلا الحرب اللي صار بين علي ومعاويه اكو فئه باغيه، فاذا هذا هم من ضمن المسلمين بس شو اسمه، وسيف للمنافقين همينا شو اسمه من المسلمين دول بس يعتبرون منافقين. يعني اذا مرشوا على كلام هم يردوا او احكام مطبقه عليهم ما طبقوه يعتبروهم ايضا غير مسلمين حتى لو كان اسمهم مسلمين يشهدون الشهادتين. وسيف للبغاء هاي قلناها، وهذا يقتضي انهم يجاهدون بالسيوف إذا ظهروا النفاق، وهو اختيار ابن جرير. وقال ابن مسعود في قوله جاهد الكفار والمنافقين قال بيده فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه، الصور يصير غاضب على وجهه، الصور كفهرار يسموه هذا. وقال ابن عباس أمره الله بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان. طبعا البعض مسه باللسان ولكنه ايضا بالسيف. واذهب الرفق عنهم. وقال الضحاك جاهد الكفار بالسيف واغلظ على المنافقين بالكلام وهو مجاهدتهم. وعن مقاتل والربيع مثلي. وقال الحسن وقتاده ومجاهد مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم. وقد يقال انه لا منافاة بين هذه الاقوال لانه تارة
يؤاخذهم بهذا وتارة بهذا بحسب الأحوال، والله أعلم. بعد ليش تحكي إذا الله أعلم؟ يعني راح أجيب لك إثبات أخ جان إنه داعش المكانات اللي لزموها يعني كانوا أبسط شيء على أبسط شيء ممكن يعذبون واحد. مثلا واحد أنا شفت فيديو ما حضر صلاة الجمعة وفات من قدام الجامع، جابوه كسروا له إيده ورجليه بالعصا وتركوه مرمية مكانه وراحوا. هذا همين مسلم وموحد وغير منافق، ولكنه ممكن عنده أشغال أو شيء ما قدر يحضر الصلاة. أقول لك شغلة يا أخي حكمة، يعني من الواقع، من أرض الواقع، ابن خالي يعني قتل بتفجير داعشي، فابنه رايح بده جسد أبوه بده إياها يعني مشان يدفنه بدفنة كريمة. فالمهم مختار الحارة هو رجل من قرى حلب، يعني مسلم سني بحت إلى أبعد الحدود، يعني ما بيعرف شيء غير إسلام السني. قال له لابنه لابن خالي، قال له شوف ابني، أشر له على ساحة القرية ذابحينه وحاطين رأسه على جسته وجسه منفوخة، قال ما عم بيخلوني أخذ ابني وأدفن ابني، روح يا ابني روح. قال له لابن ابن خالي، قال له روح يا ابني روح، أنت مصيبت كان أقل شيء أبوك دفنوه مع سيارته، يعني دفنوه بالأرض، بس ابني ما عم خلوني أدفنه وجسه منفوخة والرأس فوق الجسة. يعني تصور كمية الإجرام الموجودة عند هالمتبعين صلعم، أتباع صلعم، يعني هدول أتباع صلعم. وصدقوني يا أصدقاء أنه أتباع صلعم هدول داعش أرحم من صلعم، لأن هدول يعني أشياء ما فعلوها كان فعلها صلعم، مثل تسمير العيون ولا شق أم قرفة مثلا، شق البشر نصين. فيعني صلعم كان أشر وأكثر قساوة من داعش اللي شايفينه الله، وكل الناس عم تتبرأ أنه هي أفعال داعش ما تمثل الإسلام. تفضل اخي احمد. احنا عندنا مثل يقول، يعني مجبور اقوله، يقول للخرى اخو البول. احنا عندنا يعني هم اثنينهم نفس الشيء، ونارهم تاكل حطبهم. يعني اذا كانوا داعش، اذا كان محمد، انا باعتقادي انه محمد من ناحيه كان بعض الاشياء يتفنن فيها، وكذلك داعش يتفننون في أشياء أخرى. يعني حتى لو اعتبروا هذا الشخص اللي ما راح لصلاة الجمعة أو اعتبروا منافق، لازم ما كان يقتلوا يعني. وحتى الناس اللي حتى يحلق، يعني يحلق لحيته، ممكن يأخذوه للسجن ويعذبوه. يعني مثل ما يقول صاروا يتفننون في كل شيء يعني داعش. ومن ناحية أخرى محمد دمينا سوى أشياء أخرى، يعني هم اثنينهم مجرمين. ستالين أخو هتلر، وهتلر أخو موسوليني، نفس الشيء، كلهم نفس الشيء، كلهم من نفس يعني نفس الوقت، نفس الفصيلة، فصيلة الوحوش. طبعا احنا وصلنا الى سورة التوبة الآية 123. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين. يا متقين، لك يا متقين، هذا سويته متقين، غلظة ومتقين، شرها متى ما ادري صراحة. فهنا الآية راح نقرأها، شوف شلون الظلم والقسوة اللي كان بالمسلمين وقت محمد، يعني هو وأتباعه. يقول أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأولا، الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام. ولهذا بدأ رسول الله صلعومي
بقتال المشركين في جزيرة العرب، فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف. اسمعوا يا مسلمين اللي تقولون آيات اللي تقول إنه دفاع عن النفس، إحنا ندافع عن نفسنا، راح هنا يبين لكم إنه رسولكم ما يقبل بالمكة والمدينة، يريد يفرض الإسلام في كل مجموع الكرة الأرضية. فلا تقولوا لي إنه أنتم حروبكم كلها دفاع عن النفس، هذا كلام فارغ. هنا يظهر جهاد الطلب وبكل قوة. والمدينة، وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليمامة وهجر وخيبر وحضرموت وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب، ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجا. طبعا يدخلون، شو ما يدخلون إذا سيف على رأسهم، يقول لك أنت تجر السيف على رأسه، الشهد بالشهادتين ما تضرب السيف على رأسه. طبعا هو يخاف، شو يسوي؟ عنده أطفال، عنده حياة، شاب صغير، أم مسؤولة على أطفاله، أب مسؤول عن أطفاله. طبعا الشاهد شو يسوي؟ يخلص من القتل يعني. يقول في دين الله أفواجا شرع في قتال أهل الكتاب. طبعا أول ما بلشوا أهل الكتاب يقول شلون وتجد أشد الناس عداوة للمؤمنين اليهود، وهذه يقول أحبهم يعني أهل شو اسمه النصارى على أساس، ولكنه هنا ماكو عند أهل الكتاب خلص. من سيطر محمد حارب الكل، يهودي مسيحي مجوسي، مو عنده يريد يكرف الكل يعني. أفواجا شرع في قتال أهل الكتاب فتجهز لغزو الروم. طبعا الروم معروفين وين يعني، كانوا بعض الدول العربية موجودين ولكنهم الأساس هو بإيطاليا يعني. فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب، اللي كانوا أعتقد الروم كانوا بسوريا أعتقد، فهذا يعتبر قريب يعني إلى جزيرة العرب، وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام. طبعا دعوة إلى الإسلام بالسيف لأنهم أهل الكتاب. فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجذب البلاد وضيق الحال، وذلك سنة 9 من هجرته عليه اللعنة. ثم اشتغل في السنة 10 بحجة الوداع، ثم عجلته المنية لعنه جلدة الحرقية بعد حجته 81 يوما، فاختاره الله لما عنده وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر الصديق، وقال مال الدين ميلة كاد أن ينزفل، فثبته الله به فوطد القواعد، هذا أبو بكر، وثبت الدعائم ورد شارد الدين وهو راغم، ورد أهل الردة إلى الإسلام. طبعا هذول أهل الردة اللي تركوا الإسلام واللي بس ما رادوا ينطون الجزية، هذا اعتبروهم همين مرتدين لأنه ما يقبل ينطي الجزية إلى الإسلام، وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغاة، وبين الحق لمن جهله، وأدى عن الرسول ما حمله، ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم، عبدة الصلبان، وإلى الفرس فرس عبدة النيران. يعني أنتوا بلشتوا تتفرعون البداية، وجادلهم بالتي هي أحسن، وبعدين لما استقر الوضع لكم، هذا غير إله، غير إله يتمسكن لحد ما يتمكن، ما تقولوا لي غير إله، هذا إذا هو إله حقيقي من البداية يقول أنا جاي أسوي كذا وكذا، مو تجيب آيات الموادعة والمحابات والاستكانة بعدين لما تصير القوة بيدك الله يقول لهم أنا ضحكت عليكم، ترى أنا مو هيك، ماكو قولي الكافر لا عبدوا ما تعبدون، ولا
وجادلهم بالتي احسن. هسه شوفكم وجه الحقيقي هذا الاله ورسوله مسين خطه على البشريه. ثم ويل الفرس عبدت النيران، ففتح الله ببركة سفارته البلاد وأرغم عند كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد. شوفوا جاي يتوزعون، يعني توسعون ويتوزعون بكل مكان، توزيع وتوسيع. أطاعهما من العباد وأنفق كنوزهما في سبيل الله، يعني أخذ من قيصر. هم أهم شيء عندهم الكنوز، كان عندهم أهم شيء الكنوز. حتى لما يعني لما راحوا غزوة خيبر، لما أخذوا قصة صفية تعرفونه يعني، فزوجها غصبوا إنه يطلع الكنز اللي موجود يعني اللي موجود باليهود ضامينه، فكان رافض ما رحمه، قال له إذا ما تجيبها نقطع راسك. طبعا ورا ما جابها ما قطع راسك. المهم يعني عندهم أهم شيء الكنوز، قلنا إنه الغزو يعني سرقة جماعية بقوة السيف، هذا هو الغزو. أنا ما أسمي تسمية أخرى، لا غزوة ولا فتح ولا شيء، هو احتلال وسرقة مسلحة، سرقة جماعية مسلحة وقتل الناس وسبيهم وأخذ أموالهم ومتاعهم. وأرغم أنف كسرى وقيصر ومن أطعهما من العباد وأنفق كنوزهما في سبيل الله، يبين كما أخبر بذلك رسول الله، وكان تمام الأمر على يديه وصيه. كل جاي ينفخ بالأصحاب يعني، وصيه عمر من بعده وولي عهده الفاروق الأواب شهيد المحراب أبي حفص عمر بن الخطاب لعنه الله. فأرغم الله به أنوف الكفر الملحدين وقمع الطغاة والمنافقين، واستولى على الممالك شرقا وغربا، وحملت إليه خزائن الأموال. طبعا هاي كل أهم شيء الأموال طبعا، والذهب والمتاع من حيوانات ومصار وأثاث والبشر، يعني كله على بعضه. يعني حتى هتلر ما سواه صراحة، هتلر كان لما يغزو مكان المقاتلين يقتلهم حتى يأسرهم. كان أنا شايف واي أفلام كان هتلر مسوي معسكرات للأسرى، يعني يوكلهم ويشربهم وعادي إلى أن يصير مثلا تبادل أسرى ويبادلهم. دولة ما يرحمون، كانوا يقتلون الكل يعني، ويسبون الشياب والأطفال والنساء ويفرقوهم عن بعض. هاي تنباع هنا وبتم مكان ثاني، ابنها مكان ثاني، ما في رضيع مرضيع، الكل ينباع. وصلنا، وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعدا وقربا، ففرقها على الوجه الشرعي كله بشرع الله والسبيل المرضي. ثم لما مات شهيدا، طبعا أنتوا التاريخ بيدكم تسوون شهيد، طبعا شو ما تسوي شهيد. ثم مات الشيء وقد عاش حميدا، أجمع الصحابة من مهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان. هذا الحرامي، هذا كان أكبر حرامي، وكل أهله هو اللي عينهم. ليش قامت عليه ثورة من علي؟ ونفس الشيء علي أمينة كان يدور نسوان هو وجهلة متوزعين يدورون على البنات كانوا. وقد عاش حميدا أجمع عثمان بن عفان شهيد الدار، فكسى الإسلام رياسة حلة سابغة، وامتدت الدعوة في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة. يعني ها صارت حجة الله البالغة إنه
انه انت اصلا ما تتمنى، انت تتمنى يقول لك انا ما اريد اصير مسلم، حتى تروح تحارب وتاخذ كل اللي عندك، وحتى اذا سلم لك وصاغرا مثل ايات قريناها ما راح تجوز منها، اما انها تفرض عليه الجزيه يعني ما يخلص منا ما يخلص. حتى عمرو بن العاص لما شاف المسيحيين يدخلوا في دين الله أفواجا مثل ما يسميه، حتى بس يخلصون ما عنده لا ذهب وما عنده أي شيء، ما عنده الزرع ماله مو زين ماكو، يعني ينفرض عليك الجزية يعني ينفرض. بس أريد أحكي لك شلون الجزية كان ينفرض. أخ جان تفضل اخي حكمه، تفضل الميكروفون معك والحلقه حلقتك. يعني يا ريت اذا ما بعرف اذا في عندك اي معلومات على حجم الجزيه او مقدار الجزيه اللي كانت تندفع، يعني اذا موضحين بهالكتب، هي الكتب الصفراء. تفضل. صراحه انا مقدار الجزيه هي نقطه مهمه جدا صراحه ما اعرف، بس اعتقد العشر او اكثر، لكن ما متاكد معلومه. الحلقه الجايه اكيد راح إذا شفتها وقريتها، ما أحب أحكي شيء من عندي، إذا لقيتها راح أكيد راح أقول عنها. المهم كان الجزية، أريد أشوف لك يا شلون يعني يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآية لما تقولها يقصد المعنى اللي موجود، كان يقعد الجسم اللي يأخذ الجزية اللي يسموه أنا أسميه أتاوى، الأتاوى اللي كان يأخذه من الناس، كان يقعد المسلم حاط رجل على رجل وحاط اللي جاي من البادية اللي جاي، كان يأكل الجراد ويأكل الحمير، يقعد رجل على رجل، وهذا شلون المافيا يعني يقعد يأخذ الأتاوى من الناس، فيقعد هذا يجي يحط، لازم ينزل راسه، يكون اللي يدفع الجزية لازم يكون يمشي ونزل راسه، ما يبوعد عين المسلم، يحط الفلوس ولما يروح يضربك كفه برقبته، يعني هذا اذلالا الى اكثر. انه الحلقه اللي فاتت حكينا عن شلون كان العهده العمريه شلون كان يعامل المسيحيين، وهذا دفع الجزيه هنا انه اولا ينزل راسه ويدفع الفلوس، ولما يفوت يضربك كف على رقبته، يعني يذله، حتى لما يدفع يذله، يعني هو هذا خليفتكم الجميل عمر بن الخطاب. عمر الخازوق هذا سموه عمر الخازوق، هذا معروف بالعهد العمرية اللي فرض على المسيحيين للأسف الشديد في ذاك الوقت، يعني الحقارة الإسلامية بكل بحذافيرها، يعني مثل ما بقولوا. تفضل أخي. آسف. الحطاب صار خطاب، يعني طبعا أنتوا تسموه براحتكم، هو كان أصلا إنسان محتقر، كان خالة مشغلة وأبوه مشغلة ومع بعدين راح الكالة مع شلون، المهم كان يشيل حطاب ويسترزق من هذا الشيء، صار بعدين خليفة المسلمين طبعا بالسيف، طبعا تصير خليفة المسلمين، ليش ما تصير؟ إذا أنت كنت أشد الناس تساند محمد، إحنا مثل ما إحنا نقول الطيور على أشكالها تقع، مستحيل يكون إنسان سوي يتبع محمد، لأنه محمد كان يوصل الدين بالسيف، فكلهم كانوا نفس الشيء مثله، يعني كملوا رسالته على أكمل وجه وتفوقوا عليها من بعضهم. الجزية اللي كان يعني يفرضوه على المسيحيين ما اكتفوا، صارت الجزية ما تكفي، صاروا يفرضوه على المشركين، يفرضوه على عبدة النار، على الكل كان يفرضوه. ف لا يقولون انه الاسلام دين المحبة ودين انتشر بالحب، فهذا الكلام كله كلام فارغ، وراح نثبت لكم اكثر واكثر من خلال الايات انه كان الاسلام ينتشر بالسيف، وماكو شيء اسمه يعني ماكو يعني نفي، احنا عندنا بالعراقي ماكو يعني ما في،
ما في رحمة ووداعة مثل ما كانوا يدعون، يعني انتشر في بقاع الأرض طبعا نشرتم السيف. يقول فظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وعلى كلمة الله، وظهرت دينه وبلغت الملة الحنفية من أعداء الله غاية مآربها، وكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم. يعني جهاد الطلب هذا كله، من تخلص من جماعة تروح على جماعة أخرى، وهكذا إلى أن تردد توصل الكرة الأرضية كلها. يعني أنت تعتبره مجرم هتلر، لكن محمد مو مجرم باعتباره لأنه إجا بأوامر إلهية، على مود هذا تعتبره أنت مو كافر، يعني قصدي مو مجرم. الحنيفية من أعداء الله غاية مآربها، وكلما علوا انتقلوا إلى بعدهم، ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار. يعني يعني هم تأخذهم هم سميهم فجار، امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وقوله تعالى وليجدوا فيكم غلظة، أي وليجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتال لكم لهم، فإن للمؤمن الكامل فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقا لأخيه المؤمن غليظا على عدوه الكافر. يعني الكلام واضح، يعني إنه على العدو تكون غليظ وعلى أخوك تكون طبعا تقسمون السرقة سوى، طبعا راح يكون حبيبك إذا أنتوا جاي تروحون وتهجمون وتوزعون السبايا براحتكم وتدمرون البلاد. يعني أنا أريد أجيب مثال للمسلمين شنو هو الغزوة. المسلم مثلا اللي عايش مثلا نقول في مصر، قاعد هو وأهله وعايشين حياتهم طبيعي، لما يجي أنا أحكي هسه بس عن عائلة الوحدة، تخيل أنت قاعد مع أمك وأخواتك وأبوك جاي تأكلون، فجأة المسلمين هجموا. أول ما يدخلوا البيتكم هذا كان الموجود يأخذك أنت ويأخذ أخواتك ويأخذ أمك ويأخذ أبوك، كل اللي عندكم بالبيت من ذهب وفلوس وجسمه كان يأخذها منكم، وانتو تنباعون كنتو بسوق الرقيق. انت يوزعك بالشرق والاخ بالغرب، واخواتك وامك نفس الشيء يأخذون سبايا، والمسلمين الحفاة كان يتوزعون بان يأخذون النساء وينامون وياهم، لا عقد ولا اي شيء. يعني دمرت الحياة. أخذ هذا القياس على المدينة اللي أنت عايش بها، وخذ على الدولة اللي أنت عايش بها، هكذا كان يفعلون المسلمين. هذا أنتم، هذا تاريخكم. وإذا تقول لي قبل كان يجي، لا، لحد الآن آيات الطلب موجودة، جهاد الطلب موجود، إنه أنت تحارب المقابل يعقر داره تروح له. يعني مو انت قاعد بمكانك الدافع، لا، انت تروح عليه على مود تدعو بكلام فارغ، اذا قبل تدفع عليه يدفع الجزيه، واذا ما قبل انت تحاربه وتاخذ كل العائله تفرقهم عن بعض وتدمر الدوله وتدمر التاريخ، مثل ما ضاع تاريخ الأكراد وضاع تاريخ الأمازيغ، الهنود، الباكستانيين، الأتراك، الإيرانيين، ضيعوا الحضارات كلها وخلوا الإسلام هو حاكم على الكل. هذا هو الدين اللي أنتم تحشون عنه. يقول على عدو الكافر كقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، فقوله نعالي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
هذا ذكرت أني وهنا ذكره منا. وقال نعالي: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم. وفي الحديث أن رسول الله صلعومي قال: أنا الضحوك القتال. هذا الأخ جان مكرر عدة مرات، يعني هذا الكلام من ابن كثير، هذا يعني الأخ جان أشرف من نبيكم وما يتشدد. لما قال أنا الضحوك القتال لازم تصدقوه، وما يجيبه من جيبه، يجيبه من خلال الآيات والأحاديث. أي شيء نقوله إحنا نجيبه من خلال التفاسير ومن بخاريكم ومسلمكم، يعني هاي اللي تعتبرون المقدسين، وسجنتوا إسلام البحيري على مود شوية، بس جاب اسم ابن تيمية والبخاري ومسلم اعتبرتوهم مقدسين. أنا الضحوك القتال، يعني إنه ضحوك في وجه وليه قتال لهامة عدوه وقوله: واعلموا إن الله مع المتقين. على فكرة بس دقيقة واحدة يا أخي حكمت، على فكرة هو كان جبان أصلا، يعني محمد صحيح سمى حاله الضحوك القتال، ولكن قتال بسيف غيره، يعني بسيف الحمير هدول، أو بصراحة هن من حمير، هن جماعة مرتزقة، جماعة فقراء صعاليك كانوا يعتمدون على قطع الطريق حتى يسترزقوا. محمد ضحك عليهم بكلمة دين وشيء وسوى حاله زعيم، يعني كان هو أجبن من أنه يواجه الناس وجها لوجه ويرفع السيف ويحارب كالفرسان، يعني فكان يعتمد على هالصعاليك هذول القطاع الطرق حتى يكون ضحوك قتال. هو ضحوك والقتالين صعاليكه، يعني آسف للمقاطعة، تفضل أخي. ضحوك بس في وجه جماعته، يعني يا ريت اذا عندك مجال تخلينا الفيديو اللي يقول بها الشيخ بوضوح انهم هم ارهابيين. اكيد اكيد اخي حكمت، يلا نشوف الفيديو سوا اصدقائي. طبعا الفيديو معروف على كل حال، ولكن يعني حتى نثبت انه هذا الخصوص المسلم الكيوت اللي بيجي بيقول لك نحن دين سلام ودين بسطرمة ودين الأكل هوا، هذا الحكي الفاضي اللي بنسمعه. دينكم دين إرهابي وبشهادة كبار شيوخكم، يعني ما بدها اثنين يحكوا فيها. إذا أنت ما بتعرف دينك وما بتعرف الألف باء تبع دينك، روح تتعلم من دينك وروح اسأل شيوخك إذا دينك إرهابي ولا لا. على كل حال خلينا نشوف شيخ المجاهدين عزام أفندي لما يقول دين نحن إرهابيون، خلونا نشوفه سوا. طبعا هذا هو عزام افندي، وطبعا لاخي اصدقائي الفيديو معروف، يعني الفيديو شايفينه اغلب الاصدقاء، ولكن اللي ما هو شايفه خليه يشوف. طبعا اكيد مثل ما احنا شايفين اصدقائي، الزلمه يعني فليعلم الشرق والغرب اننا ارهابيون ومرعبون، ولطز فيكم في ارهابكم في رعبكم يا حساله البشر. وبعدين بيجيب يعني اثباتات منين؟ من القران الكريه هذا. خلونا نشوفه مره ثانيه كمان اعاده. أننا مرعبون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فالإرهاب فريضة في دين الله. نحن إرهابيون والإرهاب فريضة. طبعا اكيد إرهابيون انتم، والإرهاب فريضة في كتاب الندل محمد الأزعر هذا ورب النجس حتى ترهبوا الناس وترعبوا الناس، ولكن
انتهى عصر الارهاب وفروسيتكم وراح تنداسوا بالصرامي، ولحيه نبيكم راح تنداس بالصرامي، طولوا بالكم. تفضل اخي اسف للايطالي، تفضل. يعني احنا هنا لما نجيب هالايات هذه، المسلمين الناس العاديين اللي ما مهتمين هواي بالدين او حتى الملتزمين بالدين، نريد نقول لهم لا تقولون انه الدين سماحه والدين ما يفرض نفسه بالقوه. احنا جاي نجيب لكم ايات، صرت جايب لكم منك ايتين وهسه الايه الرابعه، انه وبعد في ايات كثيره راح نجيبها شلون يدعو الى القتال والقتل. لا تقولوا لي قبل كان 1400 سنه وهسه ما بقى هذا الشيء، لا هذا موجود ومفروض طول ما هذا القران موجود فهذا الشيء مفروض. لا تقولوا لي انتهى، لا شوفوا كل فتره وفتره تظهر جماعه تطالب بتطبيق الدين، لا تقولوا لي هذا من زمان، لا. والدليل على هذا الشيء ظهور القاعدة والسلفيين قبلهم وظهور النصرة وظهور داعش، وحتى لو قضيتوا على داعش راح يظهرون ناس آخرين يوم من الأيام بعد 5 سنين 10 سنين راح يظهرون يقولون احنا نريد نطبق الشريعة ونفرض الإسلام بالقوة ونتوسع. يعني لو منطين مجال الداعش كانوا حرقوا الأخضر واليابس، وانتم شفتوا بعينكم ايش سووا بالعراق، شلون يزيديات اخذوهم اسرى اسمه اخذوهم سبوهم وصاروا يوزعوهم بين اصحابهم. يعني تصور جان يقول لك يعني مثلا نفس اليوم وحده شي يقول، يعني شوف التمثيليات، يقول له صاحبه انا بعتك جاريتي، يعني شيء رمزي ينطي مثلا ينطي ما اعرف يعني دولار او اقل، المهم شيء رمزي ينطي يقول اني بعتك جاريتي فهذا ياخذ الفلوس من عندك، هذا يجي او هديتك جاريتي بدون فلوس منين هديتك جاريتي، هم يعرفون انه راح يعملون هالشيء بالضبط. هن ما عندهم مشكله انه بيع ولا هديه ولا شيء، نبي اصلا اخذ جاريه هديه، يعني هذا نبي الرحمه العرصه الكبير تبعهم نبي محمد، هذا ابو قرون، يعني هو اللي اخذ ماريا القبطيه كهديه. يعني تصوروا انتم، تصوروا اليوم هل انجاس هذول هل اهالي الصحراء ياخذون اختك إذا ما كنت مسلم ما كنت مؤمن ما كنت، يأخذون أختك ويبيعونها ويهدوها لبعض، يعني في أنجس من هيك بشر؟ أنا بعمري ما شفت هيك أنجس من هالعقل النتن، هذا العفن القذر اللي موجود في أهالي الصحراء هذول للأسف الشديد. يعني تصور، تخيل بنفسك شخص عم بيع أختك وبيشتريها وأنت غير قادر تعمل شيء، يعني بتقدر تسميهم غير وحوش؟ اصلا الوحوش كثير عليهم تسميهم وحوش، هدول بصراحه يعني الاسامي عندي بتتوقف، ما بعرف يعني شو اسميهم بتتوقف. وفي حيوانات لحد هالساعه هاي بيدافعوا عن الفكر هذا النجس هذا بدون علم اصلا. تفضل. انا بس اريد اقول للمسلم، تخيل انت يعني اجى دين اخر وانت ما كنت على دين الاسلامي، كنت على دين اخر وهذول الناس جو يغزوك، لما تجي الحديده تصير حامي على راسك، شنو رايك انت؟ شنو رايك لما يجي المسيحي او اليهودي او من مكان اخر يقول لك اني الله امرني وراح اطبق الدين مالي بالقوه عليك، ونفس الشيء ياخذك عبد او مرتك وبنتك واختك سبايا ياخذهم، انت ترضى بهالشيء؟ ترضى على نفسك؟ ترضى على اهلك؟ ترضى على المجتمع اللي انت عايش به؟ يعني هذا الدين يتطبق انت تريد او ما تريد. احنا ليش احنا غرضنا انه ننشر الالحاد او على الاقل لا ديني او العلمانيه؟
لأنه نريد نقضي على هذا المقتل. راح يظهرون مئات دواعش راح يظهرون ويطالبون نفس الشيء، يطالبون بالانتشار الدين بكل العالم. يعني المشكلة مو بداعش وغير داعش، المشكلة بأساس الدين. الدين هو نفسه يطالبك انه تتوسع بالمناطق. يعني انت ما عندك خيار اخر، اذا انت ما سويت راح يظهر ناس اخرين يسووا. يعني حتى ما راح يرحمه يعني الداعشي. وشفنا احنا بالسعودية دواعش اللي قتل ابن عمه، اللي قتل اخوه وابوه، ما تفرق وياه، لانه الدين يخلي قلبك قاسي. ما يصير لك محبة الا الشخص اللي محارب معك يعني وعلى نفس منهجك. يعني حتى الاهل ما، واحنا عندنا دلائل كثيره بالوقت محمد والصحابه كانوا الابن يقتل ابوه، الاب يقتل ابنه، والاخ يقتل اخوه، ما تفرق وياهم. يعني اذا كانوا على غير دينهم ممكن ياخذون مثلا اذا اهلك ما كانوا مؤمنين ممكن ياخذوهم سبايا. يعني تخيل انت يجي الصحابي ياخذ اختك ولا امك لانه ما امنت بالاسلام ياخذوها سبيه. ليش يعني؟ ليش انت تقبل علي شيء؟ لا تقول لي انه هذا الشيء كان من زمان، هذا الشيء مطالبين به راح يظهرون هسه وبالمستقبل. اذا احنا ما قضينا على هذا الدين اجيال واجيال راح يظهرون طالبون وحياتك وحياتك يا حكمت. يعني الله، في شخص هذا صلاح بيقول لي يا جان انت النجس، نبيك هو النجس، ابن النجس، ابن القزر، وراح ندعسه تحت صرامينا. والايام جايه وهي الانترنت، كتر خير الانترنت وحج جوجل، يعني اللي راح فيه راح نخرى في لحيه نبيك العرصه. هذا ابو قرون اللي كان ينكح الاطفال، واللي سمح لامثالك ينكحوا الأطفال، واللي سمح لأمثال داعش يرهبوا الناس ويخربوا بيوتهم. على كل الأيام جاية. وأنت نفسك، أنت نفسك يا فهمان، راح تشوف أول شيخ تحرق له دقنه في الشوارع. طول بالك، بس طول بالك، الأيام جاية بيناتنا. تفضل أخي. أنا أردت أوضح نقطة. أنا يعني طبعا مسألة الجن، بس أنا متأكد أنه سبب أنه جان انه ما يغلط على الاشخاص لسببين. اولا هو يعني يترفع انه يغلط على الاشخاص مباشره، لانه اخلاقه ما تسمح له انه يغلط بالاشخاص، لانه الملحد اللي تعتبره كافر عنده قيم انسانيه واخلاق اكثر منكم. انا يام سابيني اجاوبهم جواب بحيث اقول له هذا دينك، انت جاي تطبق دينك. والسبب الثاني انه هو لما تغلطون عليه هو يغلط على نبيكم ودينكم. فاذا انتم تحابين تشيلون ذنوب على اعتقادكم انتم، شيلوا ذنوب راحتكم. يعني انتم عندكم آية تقول اذا واحد سب الله لازم ما تجاوبه حتى لا يغلط باكثر واكثر. هذا هو يعني يطلع يفش غله مثل ما يقول بدينك وبرسولك، وهذا حقه 100%، لأنه هو كان شخصية عامة محمد، والصحابة نفس الشيء لما قبلوا ينشرون الدين بالقوة خلي يتحملون كلام من هذا وأكثر وأكثر. فأنت كل ما تغلط على جان أنت بمفهومك أنت راح تشيل ذنوب، لأنه راح يغلط على نبيك ويغلط على دينك. فأنت بتكون شايل جهتك الشمال صارت ثقيله من الدنيا. يعني انا راح اخرى على محمد، محمد يجي يخرى عليه. يعني خلي كل واحد يسبني، انا ما عندي مشكله معك، انا ما راح اسبك. انت شخص تافه، انت شخص مضحوك عليك ومغيب اصلا بهالفكر الصحراوي هذا. ولكن انا عسل على قلبي، وانا استمتع بسب نبيك العرصه القذر هذا ابو قرون بصراحه. يعني انا استمتع في سب هالصحراوي هذا الجربوع هذا محمد عليه افضل الخرى والاشخاخ. تفضل احمد. ما اعرف جان اليوم انت فتحت سكايب ولا في ردود او شيء، لانه انا
صراحة ما أريد يعني أريد الحلقة نطولها على الناس، يعني أقصى حد يسوي ساعة، يعني عندي آيات كثيرة يعني. أنا كنت حاسب حسابي نعملها ساعة ونص يعني. على كل حال أنا أصدقائي راح أفتح السكايب حالا وأتمنى مشاركاتكم، ويا سيد صلاح إذا بدك اتصل بالسكايب وعطينا قلنا لا نبي مو إرهابي، هالآيات اللي عم تقولوها أنتم كلها كذب بكذب ما هي مكتوبة بقرآننا، وتفضل أعطينا دليل بدل ما تسب وتقول أنت النجس وأنت البطيخ وأنت الحكي الفاضي، تفضل أعطينا دليلك وبرهانك أنه الإرهاب مو من دينك، والشيخ هذا العرصة هذا اللي طلع عزام أفندي برهلنا أنه هذا لا يمثل الإسلام، أعطينا دليل وبرهان. يعني تجي سبني سبني مثل ما بدك، وانا راح اسب مقدساتك، وانا بعرف مقدساتك اهم من امك وابوك، لانه لو عندك نخوه كان هل محمد النجس هذا ما سويته اهم من امك وابوك. على كل اصدقائي انا راح افتح السكايب، اعطينا ايه ثانيه لما افتح سكايب بس تفضل. ردت اوضح شغله، أني البارحة شفت المناظرة اللي صارت بين كافر مغربي وبين هذا المسمى هيثم. صراحة أني يعني بس باقي شوية انفجر من الغضب، يعني كان متساهل الأخ كافر مغربي جدا متساهل مع هذا اللي يسموه هيثم. هيثم طبعا ما انطى مجال للكافر المغربي ينطق ولا كلام، يعني انتوا جايين طبعا في داركم وبراحته، ذاك المسلم اللي وياه كان ينطي مجال براحته يعني يحكي ويسوي، وهذا ما خلوه ينطق كلام، يعني مبين حجة الانسان الضايع يجي متعلم لك كم كلمه بالفيزياء يجي يقول لك تعال ناقشني بلا شغله، قال له اني ما عندي، انا مو علم مو ضليع بهذا الشيء، لكنه بلا 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 بس يحكي وما ينطي مجال الكافر المغربي حتى يرد عليه. يعني بالاخر قال له اني ما اقدر بعد خلاص، وانت انتصرت يعني، لانه اذا انت خاطبت العاقل ممكن تغلبك، بس اذا انت خاطبت الجاهل يغلبك، طبعا يغلبك لانه ما يعطيك مجال من قله عقله ومن قله خبرته ومن قله علمه يحاول بالصوت العالي وبالكلام الكثير يغطي عليك وما يخليك تحكي. يعني اسوء شيء شفته بهذا المسمى هيثم انه يقول وبفضل الله انا المنتصر في هذه المناظره، وبفضل الله انا كل ما يسوي مناظرة هيك يقول، لأن الدين واضح وأن الدين حق، ويقول له ما أسمح لك تحكي على ديني، لكنه هو يغلط بطرق بطريقة أخرى. يعني عيب عليكم، سووا حجة بحجة، مو بس تحاولون تسيطرون بالصوت العالي. بصراحة هو هذا هيثم هذا بصراحة يعني أنا ما شاهدت له ولا مناظرة، يعني مع انه اخي مثلا اخوي رياض عزيز جدا على قلبي، وبعرف اخوي احمد حرقان والكافر مغربي عزيزين جدا على قلبي، ولكن سووا مناظرات اظن معه. انا اذا سمعت صوته اتكهرب، يعني لانه واحد كذاب، واحد قذر مثل نبيه القذر، واحد دجال. يعني شوفوا دقنه الطويله هيك ومكحل عيونه وحلق شواربه، يعني شو بدك غير هالشكل الشيطاني هذا، يعني شكل شيطاني هذا هيثم، هذا الوضيع، هذا القذر هذا. يعني بصراحه هو بالفعل مثل ما قال كافر مغربي، وانا معه مليون بالميه انه هذا الوضيع هذا، يعني اذا نظرت او تكلمت مع الجاهل بده يغلبك اكيد، يعني واذا تكلمت مع العالم ده راح تغلبه، يعني واضح. يعني ف اصدقائي انا بصراحه ما بعرف ليش اليوتيوب اليوم، قصدي السكايب كمان رجع عصلج معي اليوم، ما بعرف شو القصه. انا بتمنى يفتح لكن يظهر انه كمبيوتري هو ما عم يشتغل، ما عم يفتح معي السكايب. يا ريت يا سكايب تسعفنا وتفتح، يعني
لك كم آية بكي تفتح معك؟ يا ريت يا ريت يا ريت، تفضل. من آياتك أنت، أنا ناسين، أنت أقول لك كم آية من تعيدك من طيب جلة الحنفية بكي. شو رأيك بس دقيقة واحدة أشوف وين الآيات الكريمة؟ أنا وين حط الآيات الكريمة؟ بصراحة يعني آياتنا الكريمة كثيرة. أنا كان خلينا نقرأ. هذا الجانو جاي يتصل بي لأنه ما جاي يقدر يتصل بي. طيب إذا بتقدر تفتح سكايب من عندك خلي يتفضل يحكي. يعني صراحة اتصل ودست على شو اسمه بس ما بين عندي. اذا جانو تسمعني اتصل مره اخرى راح نحاول انه عن طريقي نسوي الاتصالات. ما ادري راح الصوت راح يوصل عندك لو لا، ما ادري. طيب شو رايك نسمع تلاوه مباركه من الذكر الحكيم ونختم فيه الحلقه؟ ساعه بكفي اليوم اظن. جانو وياي ما عاد تسمع له ولا جانو؟ طيب تفضل، خلي تفضل تفضل. اسمع جانو؟ انا لا اسمع شيء يعني، ما فيش صوت واضح. ما انا ما اعرف صراحة التقنية، انا اسمع الجانو كاك جانو بس ما اعرف شلون. اذا انت عم تسمعه لكن الصوت مو طالع هون فمعناته ما الشباب ما عم بسمعوه بيكونوا. فأنا بعتذر أصدقائي من مسألة سكايب هاي، صدقوني لحد هلا هو اللي عم تدور الدوامة وما عم بشعل يعني ما عم بفتح لأنه خطأي طبعا. أنا ما عملت ريستارت للكمبيوتر قبل ما أبدأ الحلقة وكمبيوتري من دقة قديمة. جانو قال لي هسه يقول انه هو صارت عنده نفس المشكله، حاول عده مرات وما كان يقدر يحصل، بس هسه يقول انت هسه حاول يمكن راح تنجح لانه يمكن كان اكو خلل معين بالاتصالات. عم بحاول على كل اتمنى انه يفتح او سوي ريستارت، ما اعرف. المهم خلونا نسمع بخشوع يا شباب، كونوا خاشعين، نسمع بعض الآيات من الذكر الحكيم. وأنا بتمنى منكم أنكم يعني تخشعوا وتعطوا قلبكم لله فوق. نبكي لو ما نبكي؟ أنت ابكي ولكن ابكي بسرك يعني، ما تبكي علنا. ماشي؟ أوكي. يلا خلونا نسمع أصدقائي. تعال هنا بقى. طبعا تلاوة مباركة من التنزيل الحكيم للقارئ الشيخ أنا جليل جان برو. شيخ أنا. يلا خلونا نسمع الشباب بخشوع. أعوذ بجلدة الحنفية من الإسلام باسم جلدة الحنفية. إنا أنزلناه في ليلة الأنس وما أدراك ما ليلة الأنس. ليلة الأنس خير من ألف عرس، تنزل المشروبات والمزاز فيها من كل صنف وكل جنس. إنا أنزلناه في ليلة الأنس وما أدراك ما ليلة الأنس. ليلة الأنس خير من ألف عرس، تنزل المشروبات والمزاز فيها من كل صنف وكل جنس. سلام
الخفية. الله الله يا شيخنا، الله الله. صدقت جلدة الحنفية، صدقت جلدة الحنفية. لا حول ولا قوة إلا بجلدة الحنفية، لا حول ولا قوة إلا بجلدة الحنفية. يعني كل خشوع، يعني أنا متأسف، يعني ما أقدر أسيطر على نفسي، يعني عذروني يا ناس. يعني صحيح أنه يعني يوحى إليك أنت، يعني خلص. يا هذا نبينا، نبينا نبينا. أخذك نبي. يعني بركات نبينا جورج، بصراحة نبينا جورج هو اللي فتح باب، اللي تواصل مع الجلدة وخلانا يعني ندخل في الدين الرائع، وقريبا سنرى الناس تدخل في دين الجلدة أفواجا. أي صحيح، أنا شاهد شفت هواية ناس يعني دخلوا في هذا الدين الجديد، يعني دين جلدة الحنفية، يعني يغرقك محبة وماي وكل شيء. هو نحن نوعدكم بالماء، الماء الصافي، الماء البارد في أيام الصيف والدافئ أيام الشتاء. اعتنقوا جلدة دين الجلدة يا شباب، اعتنقوا دين الجلدة، ولكم الراحة والأمان، ولكم كل البرتقال والرمان، حتى التفاح والخيزران وكل شيء تحبوه، يعني ولا يهمكم، بس اعتنقوا دين الجلدة. أنا باقي لي جان، باقي لي شوية وخلص كم سطر حتى ننهي حلقة اليوم. تفضل. أكمل شو اسمه الآيات اللي قصدي الشرح اللي موجود. تفضل يا أحمد، تفضل. طبعا وصلنا، أنا الضحوك القتال، يعني إنه ضحوك في وجه وليه قتال، لهامة عدوه الهامة، يعني القصة، يعني هسه تجينا آيات راح تشوفون شلون يتفننون في قتل الناس. هسه انتظروا حلقات الجاية تشوفون شلون راح القتل يكون على أصوله، يعني كل الغل اللي بيك الطلعة. لهامة عدوه وقوله واعلموا إن الله مع المتقين، أي قاتل الكفار، وتوكلوا على الله واعلموا إن الله معكم إذا اتقيتموه وأطعتموه. وهكذا الأمر، طبعا أطعتم محمد قصدكم، وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذي هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام، الله أكبر الله أكبر، في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى، لم يزالوا ظاهرين على عدوهم، ولم تزل الفتوحات كثيرة، ولم تزل الأعداء في سفال وخسار، سمعتوا؟ ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك، طمع الأعداء في أطراف البلاد وتقدموا إليها، فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعض، ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام فأخذوا من الأطراف بلدانا كثيرة، ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام، ولله الأمر من قبل ومن بعد. يعني ضايج أنت محتل بلادي يجون يرجعوا، يعني أنت طبعا شلون يصير، يعني الله نبيك ويدعوك للقتل والاستمرار بالمسير، شلون يصير يرجعون شيء؟ فكلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع وأمر الله وتوكل على الله فتح الله عليه من البلاد، واسترجع من الأعداء بحسبه وبقدر ما فيه من ولاية الله، والله المسؤول المأمول أن يمكن المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين، وأن يعلي كلمتهم في سائر الأقيام، في سائر الأقاليم، إنه جواد كريم. يعني هنا يقول لك دير بالك ما تقعد، يعني
لازم الشيء اللي ضاع منك لازم ترجع ترجع مره له وتفرض سلطتك وقوتك باي مكان تروحوا. يا ناس يا كنتوا اللي تاكلوا جراد وكنتوا حفات، كنتوا حفات ما عندكم شيء تلبسوه، صرتوا تسرقوا الناس اللي تروحوا بمناطقهم، وصرتوا لكم الكلمه العليا بالقوه وبالسيف. هل هذا من الله؟ هل هذا من الله يا مسلمين؟ انه انت تروح تفرض سلطتك بالقوه وتروح تعبر مناطقك وتتوسع في الاقاليم؟ هل يوجد اله يامرك انه تظلم الاخرين وتفرض عليه فكرك بالقوه؟ ليش يعني هذا الاله مو كان يقول للملائكه تحارب معكم؟ انتوا ليش تحاربون بعد؟ الملائكه خلي تحارب عنكم اذا صحيح تحجون. يعني فكروا يا ناس انه ما في اله يامرك انه تروح تقاتل غيرك حتى توصل فكر معين. يعني هذا الاله هل قد عاجز انه احنا ما يقدر يسوي شيء انه انت تروح تفرض افكاره بالقوه على الناس؟ يعني اذا الهك شاطر صاروا اذله للمسلمين بكل مكان، خليه شوي ينشر الدين او يدافع عنهم، ولا داعش ولا غيره. هنا التكنولوجيا هي تحكي، لا يفيد سيف ولا يفيد همه ولا يفيد ايمان، كله ينضرب بضربه واحده يقضوا عليكم. شوفونا رجولتكم شلون راح تنشرون هذا الدين الارهابي؟ شلون تقدرون تنشروه؟ بعد إلهكم صار عاجز، إلهكم كان شاطر ذاك الوقت قبل 1400 سنة كان شاطر، لأنه ما كان أكو غير السيوف والأحصنة والرماح. هسه خلي تكونوا شطار، كم من فئة قليلة انغلبت فئة كثيرة بإذن الله. يلا شو طبقوا هذا الشيء هسه؟ ما تقدروا تطبقوا، وإحنا هنا راح نقضي على هذا الدين الإرهابي، الدين النجس، نقضي عليه وننشر العلم والإنسانية بين المجتمعات. بكل تأكيد أخي، بكل تأكيد. أنا دخلت هلا شوي على الشات، لقيت هذول جماعة محمد عم بيعووا، يعني عووا كما تشاءون أصدقاء محمد الندل، يعني دينكم حطيناه تحت أقدامنا، لحية نبيكم حطيناها تحت أقدامنا، فعملوا ما تشاءون، سنفضحكم ونحن موجودين، وشغلتنا انتم. يعني شغلتنا هالدين القذر هذا، نفضح الدين القذر هذا، والايام جايه بيناتنا، يعني افعلوا ما تشاءون، افعلوا على، ومثل ما قال اخونا حكمت، يعني الهكم عاجز لهالدرجه هي يلغي الانترنت؟ في 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 شخص ما بعرف من اي كوكب جاي قال انتم على، يعني اذا الله بده يلغي الانترنت، الله بتعرف ليش ما بيلغي الانترنت وما بيوقف اليوتيوب؟ شوف الحجه البلهاء. يعني قال انتم كل كم واحد ملحدين هون وهون وكم فيديو، بس نحن في عند المسلمين الاف الفيديوهات، واذا في عندكم انتم الاف الفيديوهات وملايين الفيديوهات ونحن فئه قليله مثل ما بقى عم تقولوا، ليش خايفين منا لهالدرجه هاي؟ ليش خايفين منا؟ ليش كنهارين والثالث طلعت الصحافة عم تحكي أوقفوا ضد الجهر بالإلحاد، وبطلع لك برنامج امبارح شفناه كمان على قناة العاصمة بده يحكوا على الإلحاد وما جايبين ولا واحد ملحد، وخايفين إنه من الملحدين كيف هذا المذيع وهذا الأهبل الثاني اللي مقابيله جايبه ضيف، قال أولادنا نحن ما عم نقدر نسيطر عليهم، أولادكم بدنا نساويهم ملحدين غصب عنكم وغصب عن دؤونكم ودؤون أنبيائكم العرصات، أولادكم رح نخطفهم منكم ونساويهم ملحدين ونساويهم بشر، أنتوا حسالة، أنتوا شوية وحوش، لذلك أطفالكم أبنائكم رح يكونوا معنا، وشوي شوي وبنشوف نحن بداية ثورة الإلحاد، والثورة جاية رح تطحنكم وتطحن دخونكم وتحرقكم وترميكم في مزبلة التاريخ، إن شئتوا
إن أبيتوا أنتوا في مزبلة التاريخ، يعني أي شيخ عرصة من هالعرصات هذول أصعي في أخت عراقية بدون ذكر أسماء طبعا سألتني شو هي العرصة، العرصة باللهجة الحلبية أو اللهجة السورية الشامية على طول من نحن منطقة، العرصة هي الجواد القواد، من يعني بتعرفوا القواد، على كل حال كل معروفة كلمة عربية فصحى القواد، يعني فهو نبيكم قواد، يعني هالقوادين هذول هالكلاب هذول العرصات المشايخ هذول مسمين حالهم المشايخ راح يندعسوا بالصرامي، وقريبا قريبا قريبا واول شيء او اولادهم هم يدعسوهم بالصرامي، لان هذول خربوا بيوتنا خربوا اوطاننا ما تركوا لنا شيء حلو في هالدنيا، حتى الاوطان الوطنيه جوات الانسان كرهونا فيها، كرهونا باوطاننا، كل شخص صلى مهما كان المسلم ولا غير مسلم يكره وطنه، بده من 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 العلالي بس فيزا الكفار يفيزوا له مشان يطلع يخلص من هالجحيم هذا. وللاسف الشديد الحيوانات اللي بيخلصوا من هالجحيم بياخذوا الجحيم معهم الى 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 جنه الارض، وبده يساووا نفس الجحيم اللي كانوا فيه، يفعلوا نفس هالاشياء هي حتى تحترق النار مره ثانيه وتشعل النار مره ثانيه ويرجعوا لنفس الجحيم. يعني هالعقليه القذره هي دوده الخل اللي مخربه كل شيء في حياتنا. لذلك دينكم سوف نقهره بالعقل بالانترنت، والانترنت لا نبيك ولا ربك ولا رب اللي خلق ربك بقدر يوقفه، لانه شغل الكفار وشغل الملحدين. بس حب تفضل تفضل حكمت كمل كمل اذا عندك شيء. فهذا الكلام بدي اقوله، يعني انه اولادكم سوف ناخذهم الى جنه الانسان، سناخذهم الى السلام. انتم دينكم دين حروب، دين قتل، دين شتائم، دين بزاءة، دين مزبلة، بصراحة دينكم مزبلة. يعني الواحد لما يدخل، أنا كتر خيره حكمة يعني بقدر بدخل بقرأ كل هالأشياء هاي، أنا إذا بدي أدخل مرات أدخل على جوجل أحاول أجيب بعض الآيات، يا رجل أحط كمامات وأدخل، لأنه مزبلة، أنت داخل على مزبلة، مزبلة كلها روائح عفن، روائح قذرة، يعني مثل محمد هذا أمس طلعت كم حديث من بخاري والترمذي والقرمزي وكل هالعصابة هاي، بيروح يخرق ويجي على الأكل بياكل بدون ما يغسل إيديه، هذا نبيكم اللي بتدعوا النظافة من الإيمان. يعني الشعارات الفاضية هاي الضغطية هاي تمت في لحية نبيكم، يعني بيروح بخرق وبيجي بياكل بدون ما يغسل إيديه، وهي من كتبكم النجسة هاي. عجب مثل ما بدك تحط كمامات وانت عم تقرا هيك شيء، يعني تفضل. ليش ما مش عجب ما يمكن سالوه يقول ليش ما غسلت ايدك بتاكل، اذا سالي السؤال كان يجيب سوره الخرائط. يعني هو بالفعل يعني ناقص القران بده سوره الخرائط او سوره الشخاخ، يعني تصور واحد عم بيقول لك اشرب الشخاخ، شراب شخاخ، بشو يعني يا مسلم يا فهمان يا غبي لك اوعى، او يعني فكر شوي، واحد عم لك شراب شخاخ مشان الصح، شخاخ مين حدا بيشرب شخاخ؟ ولك بدك اياه انا ما نحط كمامات لما نقرا هيك شيء؟ يعني شخاخ يا جماعه، منيح ما قال لك كول خرا كمان. يعني انا متاكد لو محمد قال كول خرا كان اكله خرا كمان وبكل رحابة صدر، يعني لأنه اللي ممكن يبدي أمه يعني يعطي أمه وأبوه لهيك تافه، هذا ديوس أصلاً، هو بيصير ممكن يأكل خرى، ممكن شو بدك بيصير، يعني ما عنده مشكلة. المشكلة في 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 في, في المسلم هذا هو إنه مبدي محمد المجرم على أمه وأبوه، بدي محمد المجرم على أطفاله. يعني إذا واحد مسلم عنده طفلة عمره سنتين وجا محمد الكلب قال بدي إياها، قال له تفضل يا رسول الله في دعك أبي وأمي يا رسول الله.
بس حبيت أقول كلامي إذا بها مجال للمسلمين. أنا أريد أوضح للمسلمين شغلة معينة. يعني أنتوا لازم تتأكدوا اللي سواء داعش طبق الإسلام الحقيقي في الأماكن اللي احتلتها، يعني كتم الأنفاس ونشر هذا الدين بدل ما يبدي ينشر محبة، ينشر إذا يساعد الفقراء أو يبلط للشارع أو ينظف مدن، بلش بالجهاد النكاح وجاب السبا مثل ما يسميه، اختطف الإيزيديات واسمه. هل تريدون يا مسلمين هكذا دين؟ هل يعجبكم هكذا دين؟ يعني اللي سوى داعش هو هذا الإسلام الحقيقي، أنتم قابلين بيك دين هيك بهالطريقة يسوي؟ ترى هذا اللي سوى داعش بس لو تسوي فلاش باك تلقى مسوي محمد وصحابته أكثر منه بكثير مسوي من عنده. داعش لو كانت ممكنة كانت سوت فضاعة أكثر وأكثر. هل أنتم ترضون بيك فكر وهكذا دين يعني على البشرية؟ يعني بحيث على أدفع شيء قتلك؟ فكر فكر يا مسلم، شنو هو الشيء الصحيح للبشرية؟ هل تعيش بسلام وأمان وأخاء ومحبة؟ لو تعيش دائما والسيف مسلط على رقبتك لأدفع الأسباب؟ أرجوكم فكروا فكروا شوية، بس حيدوا عاطفتكم، فكروا بالعقل إنه مستحيل يكون هذا الدين صحيح. يعني حتى لو أديان أخرى يعني كانت صحيحة أو غير صحيحة، هذا الدين وكل الأديان بالنسبة لنا كلها مختلقة وبشرية بحتة. لازم تعرفون من خلال الآيات، الله ينكر والله يغضب والله يقول أنا أعلمهم فلان شيء أسويهم ما أهديهم، والله حاقد، الله ينكر، الله يكذب، الله يعني ما يصير. يعني أنتم كل تفكير بشري هذا، شو وقت أنتم تصحون وبالعقل بس مرة واحدة فكروا بالعقل؟ هل هذه الآيات نقدر نطبقها هسه لو بالمستقبل؟ يعني أتمنى تفكرون شوية بالبشرية تعيش في سلام. ما راح تعيش في سلام البشرية طول ما الأفكار موجودة. قضيتوا على داعش راح يظهر ألف داعش. لازم نقضي على هذا الدين، لازم تحاولون تفكرون وتكونون سند وعون للبشرية بحيث هالأشياء نخلصنا منها بالمستقبل، بس نعيش نفكر بالعلم والتكنولوجيا وشلون نسوي صحة ودراسة، نفكر بالبشر إنه شلون نطور نفسنا، شلون نحب بعض. هذا هدفنا وهذه غايتنا. احنا ما عندنا اي غاية اخرى الا ان نبعدك عن الخرافات، نتمنى تخلص من هذه الخرافات. يعني واحنا ما راح نكل ولا نمل، احنا موجودين، واذا احنا تعبنا اكو غيرنا يسندنا، موجودين يظهرون اخرين واخرين، فيوم من الايام احنا نصير الاكثرية والمسلمين راح يكونون الاقلية. بكل تأكيد أخوي حكمت، في شخص اسمه محمد يونس عم بيقول الملحد الغربي شتان بينكم يعني بين الملحد الغربي والملحد الشرقي، يضيع حلقة فقط منهج في المحاججة، يضيع خلقه في فقط يعني يا ريت تعرف، مو تعرف تكتب يعني، حط الكلمات جنب بعضها مشان نفهم يعني فهمنا على قدر. على كل إن هو قصده انه شتانا بينه وبين الملحد الغربي. الملحد الغربي في عنده طرق محاججة، في عنده طرق كلام يعني منطقي، بس نحن نمشي على نهجم هجوم وفقط الإسلام. يعني أنا ما عم بقدر أستوعب كل هاللي ذكر لك إياه الأخ حكمة، ومن من من من
أمهات الكتب اللي أنت أو دينك مبني عليه على أساس هالكتب هي ما هي محاججة؟ ما عميان ما بتشوفها غير ما بتشوف غير الهجوم؟ يعني إذا هجمنا نحن أصلاً ما هو هجوم، ردة فعل. أنت لما داخل تسب وصار في أكاد داخل يسب ومسبات، شو بدك إيانا نقول لك كتر خيرك عم بتسبنا؟ بالعكس، أنا لما بتسبني يعني بعرف حالي إنه وجعتك ووجعت طيز نبيك العرصة أصلاً. يعني لو ما أنك متوجع ما بتقول والله إنه ما عندكم محاججة. عنا محاججة، وطالعنا كل هالآيات الإرهابية من دينك، وجبنا لك شيخ من شيوخ العرصات هدول، المنايك هدول، حتى يقول نحن إرهابيون والإرهاب بديننا، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط البطيخ حتى ترهبوا عدو الخرى وعدوكم. فالمحاججة عنا والآيات عنا وكل شيء عنا، وليش عم نحارب دينك؟ بكل تأكيد يعني أنا ذات شخصي لن أحارب دين غير الإسلام. يعني أنا ماني مستعد أروح أحارب المسيحية. ليش ده حارب المسيحية؟ في حدا دق على بابي وقال لي يا جان يا برو بدك تصير مسيحي غصب عنك؟ لا. في حدا قال لي لما قلت يسوع الدلوع وأم البتول الشرموطة هاي سويتها شرموطة وعاهرة، حدا اجى قال لي مثلا انت قلت على مريم العذراء هاي الشرموطة هاي اللي راحت انتاكت وجابت عيسى ولا يسوع؟ ما حدا اجى قال لي بدنا نقتلك لأنه قلت هيك هالحكي هذا. وانا قلت قايل هالحكي هذا كتير، بس انتو الانجاس، انتو اللي إذا حكينا كلمة وكلمة ليس أكثر. يعني الرجل ناهض حتر هذا يعني المسكين مهما كان شو ما كان يكون، هو ما له علاقة في شخصه، مهما كان حط صورة هو ما راسمه أصلا. راح واحد من 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 أنجاس محمد شال هيك بكل غباء، يعني وهو حمار طلع على دقنه معفنة فيها أمل الدنيا كلها مثل نبيه، دقن معفنة، راح قتله ببارد بالدم بارد بكل سهولة. ليش؟ حيطط على الله. الله أصلا عرصة، يعني الله قواد، يعني عم بيقول له لهداك شو تريد أبو بطيخة ده اللي نايم بين الحريات؟ يعني في إله لك شغل عقلك، شغل عقلك. في إله بيعرض عليك نساء، يعني اللي بعرض عليك نساء شو بيكون؟ قواد قواد قواد. يعني إن من أسماء الله الحسنى هو إنه قواد، لأنه فعله فعل قوادين. يعني مثلا مثل هذا الأعور الدجال مفتي السعودية، الأعور هذا طلع على شكله واحد بيخاف، شكله خرج يرعب بالأطفال فيه. يعني هذا بده يكون في جنة محمد قاعد حوالي 50 حورية، اجت حورية عمل فيها المطلوب، بعدين بتتصل في الله يا الله بختم لي اياها خلاص، هي ما صارت، ما بقت عزراء، سوي لي عزراء. ايه تكرم عينك اعور الدجال، بنسوي لك يا عزراء. الله بيجي بسوي لك يا عزراء، برجع ببعث له اياها، برجع بنكح، برجع ببعث له اياها. وعلى هذا مثله شو شغلته الله؟ ما عندك خمر، يلا بحط لك نهر من خمر شراب. يعني كباري، لما بالكباري تكون عندك الرقاصة والشرموطة جنبك وتخلص القنية الوسكي، يا متر جيب لنا قنية وسكي والغلمان. يعني هادو إلهكم، هادو إلهكم، إلهكم واحد قواد، إلهكم فاتح كباري بكل معنى الكلمة، وعم بيخدم على الزباين، عم بيخدم على الزباين. هو هاد الزباين هدول اللي قال له روح انشروا ديني تعوا لعندي. يعني إلهكم عاجز اصلا ينشر دينه بدون ما يقدم نساء لهالكلاب هدول، يروحوا يفجروا حالهم ويروحوا عند الله عشان ينكحوا، هو يخدم عليهم مثل كباري ابدا، وبيحط لهم اغاني وبيحط لهم
رقاصاتهم اصلا تبسطهم مشان هن يدفعوا حياتهم ثمن ويخربوا بيوت العالم ويقتلوا العالم مشان القذر هذا. تفضل. اقدر اثبت لك انه الغلمان للجنس، لانه من خلال سياق الايات ليش يجيني يعني صبي صغير يجي يخدمني يوم القيامه، يعني او يخدم المسلم، انا ما اريد هيك شيء، الدين تركته لهم. ليش يجي يخدم المسلم غلمان يعني شباب صغار؟ شنو معنات هذا الكلام يعني؟ يعني ليش ما يجيب المرأة هي تنكح يعني مثل ما يقولون، هي تجي تخدمك، ليش غلمان؟ يعني إذا أنت مو عندك نظرة أنه تمارس الجنس مع الغلمان ما كان يخدمك، شو تقدر تقول؟ أو رجال يجون يخدموهم أو يخدموهم نساء. وطبعا شغلة الرجال ما يقولوا، لأنه هو يريد غلمان، يريد شيء صغير، يعني طفل صغير عمره 10 سنين 12 سنة لما يخدموا بعدين ياخذوا على صفحه ويمارس الجنس معه. فهذا هو الغلمان، هي هاي مثل ما المشروب حرام بالارض بالجنه حلال، الغلمان بالارض حرام بالجنه حلال، النساء بالارض حرام هي بس بالكلام يعني حرام، وبالسماء تاخذ براحتك. فهذا هو مثل ما قال الجان، يعني كانه كبريه قاعد والقواد الكبير جاي يوزع الملائكة تبعه والحوريات على مود يخدموا الناس اللي جوي. يعني شنو الغرض منه انه إلهي خليني اتعبد ليل ونهار وبالاخر يجي يعرض لي نساء بالاخر؟ يعني شو استفاد هو من هذا الشيء؟ ليش اصلا خلقني حتى يفرض علي الشقاء في هذا البرد؟ اروح اتوضا لو اصلي، لو يفرض علي جهاد واروح اقتل ناس؟ يعني شنو هذا من إله أفكاره كلها جهنمية وأفكاره كلها فيها قساوة وفيها ظلم للناس، بعدين يجي يشتغل لي مثل ما قال جان، يشتغل قواد بالأخير يجيب لي نساء ويجيب لي غلمان ويجيب لي خمر؟ يعني هذا هو اللي أنتوا تريدونه؟ هذا اللي أنتوا متمنينه تروحون للسماء الآخرة، أنه بس تشغل عنتر اللي بين رجليك وما تفكر بشيء ثاني؟ يعني اصحوا يا مسلمين. وهذا ناهب حتر بصرته اقول عليه، ناهب حتر اللي قتلوه، يعني هذا الاله عاجز انه يمنع يشل ايده لما يرسم؟ هو اصلا ما رسم ناهب، الرسام اللي رسمه كان يقدر يشل ايده حتى ما يشتم الذات الالهيه او يرسمه بشكل كوميدي، ليش ما قدر عليه؟ شو هذا الاله عاجز انه كان يدافع عن نفسه؟ انت جاي حتى تدافع عن نفسه، تدافع عن هذا الاله تروح تقتل هذا الانسان؟ يعني فكروا يا ناس، يعني هذا الاله عاجز، ما شوف انه يوم من الايام شيء انه نقول عليه فعلا اثبت الوهيته؟ يعني هذا كله كلام في الخيال هذا. فأتمنى أنه تفكرون الإله اللي يأمرك تقتل شخص لأنه انتقده، مستحيل يكون إله. هذا الإله هو في مخيلتكم، وأنتم اللي تخلقون إله، مو الإله اللي يخلقكم. هذا إله العرصات، هذا إله المنايك للأسف الشديد. على كل أصدقائي، أنا وصلنا لنهاية الحلقة. أخي حكمة، أنا بشكرك كثير على الوقت الطيب اللي أعطيتنا إياه، وعلى مجهودك اللي بذلته وبحثت بهالآيات هي بهالزبالة هي، يعني وكتر خيرك يعني بتقدر تبحث بهالزبالة. وأنا متأكد يعني لازم الكمامات يكونوا أسمك من هيك مشان ما يصل تصل الريحة لأنف الواحد. ما أخذ احتياطاتي لا تخاف. طيب. أنا اللي أشكرك جان إنه أتاحت لي هاي الفرصة إنه أطلع معك، وإحنا هدفنا كلنا إنه نوعي الناس ويعني يتركوا هاي الخرافات ويتجهوا إلى العلم والمحبة والإنسانية، مو أفكر هذا مسلم، هذا مسيحي، هذا يهودي، ولا هذا عربي، ولا هذا كردي، ولا هذا فارسي، ولا أمازيغي. كلنا إحنا
اخوان بالانسانيه، والدين هو اللي يفرقنا، اي دين يكون هو اللي يفرقنا، يخلينا نكره بعض. احنا نريد نسمو من عن هذه الاشياء ونكون كلنا اخوه. اذا كنا من اي قطر من اي مكان تجمعنا فكره الانسانيه. بكل تاكيد اخي حكمت، بكل تاكيد. طب اصدقائي انا يعني اشكركم على المتابعه، واستنوا انتظروني بعد ساعه ونص راح اكون اظن لحالي في حلقه ردود على تعليقات المسلمين، الا اذا تبرع احد الاصدقاء انه يطلع معي كمان اهلا وسهلا، يعني حتى اوضح شو تعليقات المسلمين هي، شو عندهم، شو ابداعاتهم، شو حججهم اللي عم بيقول لي تختلفوا عن الملحد الغربي وما عندكم حاجه، نشوف شو حججكم انتم. طيب اصدقائي شكرا لكم، شكرا لك اخي حكمت، الى اللقاء في حلقه قادمه، الى اللقاء. باي باي.